يقول السائل: ما حكم الخروج من المعتكف لغسل الثياب وإحضار الطعام من السكن وشراء بعض المستلزمات؟ لا بأس أن يخرج ويؤدي ثيابه لأهله أو يعطيهن الغسال، لأن هذه من الحاجات، يدفعه للغسال أو يعطيه لأهله يغسلونهن ويلبس غيرهن ويرجع لمعتكفه، أو يحضر طعاما ليأكل أو يشرب وما عنده أحد يحضر له الطعام والشراب، ما عنده أحد يأخذ ثيابه يروح به للغسال، لا مانع من ذلك.